بسم الله الرحمن الرحيم. نجي إلى الجزء الثالث من المحاضرة الثامنة والجزء الأخير من هذه المحاضرة للعلم الفطري. طبعا أخذنا الساكارو مايسيس، تكلمنا عن صفاته العامة، قلنا لأنه يخمر السكريات وينتج كحول أثيلي وثاني أكسيد الكربون، وقلنا بيه أهمية اقتصادية، يستخدم في صناعة المعجنات والكحول والنبيذ والفيتامينات إلى آخره. نجي على أوردر ساكارومايسيتالس دعما أيالس تنتهي الرتبة ساكارومايسيتيسيل فاميلي زين أيسيا. تضم العائلة عدد من الأجناس ذكرناها سابقا، قلنا جنسيا مهمة. الساكارومايسيس يكون مفيد ويستخدم في صناعة المعجنات وغيرها، والكانديدا اللي يكون مرضي بالإنسان. وقلنا الصفات العامة لهاي العائلة، خاف تجيك بالامتحان شنو الصفات العامة لرتبة الساكاروميسيس. أول شيء جسم الفطر أحادي الخلية، يمكن أن يكون غزل فطري كاذب مثل ما شفناه بالرسم في الجزء الثاني، فيكون أحادي الخلية وتكون كروية أو بيضاوية. والتكاثر اللا جنسي قلنا بالتبرعم متعدد جوانب، يعني يمكن التبرعم من أي جزء يصير. وتكون الأبواغ الكيسية، تكون الأبواغ الكيسية تكون في كيس حر ينشأ من اللاعب. الجنس ساكاروميسيس يضم الجنس من 10 إلى 16 نوع، أهمها ساكاروميسيس سيرفيس المعروفة بخميرة الخبز، تتواجد على الثمار الحلوة الناضجة كالعنب والتمر، وموجودة بأقدم الأزمان، ويستخدم الآن بالصناعات منها الخبز والبيرة والنبيذ والصناعات الغذائية. وقلنا حتى لها دور بصناعة الفيتامينات. وهاي الساكاروميسيس سيرفيس تكون وحيدة الخلية صغيرة نسبيا، خلايا الخضرية تكون ثنائية التضاعف متباينة الثالوث مختلفة، يتطلب التزاوج وجود طرازين تزاوجيين أو متماثل الثالوث. ومن يتزاوجن طرازين راح تكون لاقحة، يعني طرازين هسه راح نجي دورة الحياة بالرسم توضح أكثر، واللاقحة تستمر بالنمو والتكاثر فترة من الوقت، وهذا يمثل ظاهرة تبادل الأجيال. يعني هم ميزة بيها هي بيها ظاهرة تبادل الأجيال، حيث تتبع بحصول انقسام اختزالي، وتتكون 4 أبواغ كيسية أحادية تسلك سلوك الخلية. هذا رسم دورة الحياة مهم جدا، فمثل ما تلاحظون أنه تبدأ أكو طور جنسي اللي هو في الأسفل والطور اللاجنسي في الأعلى. طبعا نبدي بالطور اللاجنسي اللي هي أول ما تبدي، اللي هي في أي الموجود حرف أي راح يكون بيها، راح تسلك سلوكين، أما سلوك سوماتك سيل أو تسلك سلوك البندنج التبرعم مثل تروح البي. فهنا البي راح تلاحظ يبدي التبرعم وبعدين يرجع للسوماتك سيل تنقسم أو مباشرة تنقسم، وبعدين راح يصير بي انقسام اختزالي مايوسيس. المايوسيس هذا تشوف بين السي والدي راح يتكون كيس، الكيس يحتوي طبعا الوحدة راح تكون 4، وبعدين تمر بانقسام خيطي مايتوسيس المايوسيس وبعدين مايتوسيس. راح هاي الأربعة تحاط بكيس وتمر الطريقين اللي هو تبادل الأجيال. ممكن الأسكوسبور، 2 أسكوسبور يتحدن يكونن سوماتيك سيل كوبيوليشن بعدين بلازمودم وكاريوغامي، أو ممكن الطريق الآخر أنه تكون عن طريق الخلايا الخضرية ليصير تبرعم وبعدين سوماتيك سيل وبعدين ترجع كوبيوليشن بلازمودم وكاريوغامي وتعيد دورة الحياة. هاي مهمة جدا بالامتحان، خاف يجي لك أرسم دورة حياة خميرة الخبز. عندنا الأسكومايكوتينة اللي هي مايكوتا الشعبة، الشعبة الثانية ذيك هسه الثانية تفرينو مايكوتينة، هي كانت ساكارو مايكوتينة. الكلاس شايزو ساكارو مايسيتس، شايزو يعني انشطاري وساكارو مايسيتس اللي هي خميرة للخمار. يضم صف واحد رتبة واحدة، شايزو ساكارو مايسيتالس، يتألف من عائلة واحدة شايزو ساكارو مايسيتيسيا، ويتألف من جنس واحد شايزو ساكارو مايسيس.
ويضم هاي يسموها من اسمها الخلية الخمائر المنشطرة، ذيك الخمائر المتبرعمة أو الخميرة السكر، وهاي تتكاثر لا جنسيا بالانشطار، ذيك تتكاثر لا جنسيا بالتبرعم، وهاي صفة غير موجودة في بقية الخمائر والفطريات. إذا هسه من نجي يعني من نسوي بينات مقارنة بعدين راح نقول هاي تتكاثر ذيك بالتبرعم السكارومايسيتس، وهذه بالانشطار شايزو سكارو. والميزة الأخرى بيها أنه هاي بعدين تتكون من أربعة، هاي راح تكون من ثمانية، هسه نجيلها في دورة الحياة نتكرم عليها أكثر من بالرسم. وشايزو سكارومايسيتالس هذه الرتبة، طبعا تواجد هذه الرتبة في الإفرازات المخاطية وبالعسل والفواكه. وشايزو ساكارومايسس اوكتو سبورا، شوف اوكتو يعني ثمانية وسبورا سبوار، بيها ثمان ابواق قبل شوية ذكرتها، في حين ذيجا الساكارومايسس بيها اربع ابواق، حيث يكون الطور الثنائي المجموعة الكروموسومية منحصر في اللاقحة، وتعاني انقسام اختزالي، والخلايا الجسدية متطاولة حول يحصل انشطار عرضي في كل خلية، عقلنا تكاثر بانشطار ذيش تكاثر بالتبرعم، وبعدين تتطاول وتنضج وتنقسم. ان اي خليه يمكن ان تكون حافظه مشيجيه عند اتصال خليتين، راح تذوب نقطه الاتصال وتنشا قناه ضيقه تنتقل الى النواه ويندمج وينساب السيتوبلازم ويتحد، يعني تمر بمراحل تكاثر الجنسي بين البلازموغامي وكاريوغامي، بعدين ذاك يحصل به انقسامين، انقسام اختزالي وانقسام خيطي. انقسام الاختزالي يصير الوحده تصير اثنين، وبعدين خيط اثنين يصير اربعه، هذا ثلاث انقسامات. القسام الأول يكون اختزال يصير اثنين، والانقسام الخيطي يصير أربعة، والانقسام الآخر الخيطي يصير ثمانية. هذه دورة الحياة أيضا مهمة جدا بالامتحان. قاف تجيكم ارسم دورة الحياة شايزو ساكارومايسيس أوكتوسبوروس. شوف الفوق في الأعلى هو التطور اللاجنسي اللي يحصل قلنا بالفيجن، وهذه السوماتيك سيل راح يكون بيها الفيجن وتعيد دورة الحياة، هذا هو التكاثر اللاجنسي. التكاثر الجنسي راح تكون عبارة عن خليتين راح يصير بيهن اندماج كونجوكيشن، وبعدين راح تمر بمراحل التكاثر الجنسي قلنا ثلاثة، بلازموغامي يندمج بعد ما تتصل ويذوب الجدار تنتقل محتويات ذكرية إلى الأنثوية، راح تكون البلازموغامي، وراها الأنوية تندمج من واحد أن اثنين هنا يصير واحد أن واحد أن يصير تو أن، وبعدين تمر بمايوسيس انقسام اختزالي، هاي راح تكون إلى نواتين، بعدين مايتوسيس تلاحظ راح تصير أربعة اللي يكون بيها أسكس وذ أربعة نيوكلاي، بعدين انقسام خيطي آخر راح تصير ثمانية أسكس وذ إيت نيوكلاي الأسكو، وبعدين كل نواة تحاط بجزء من السيتوبلازم بغلاف الى ان تكون ابواق، وهذا الكيس يرجع يتحطم وتنطلق الابواق ويعيد دورة حياة التكاثر اللاجنسي. هسه من نجيها من نسوي اذا هاي طبعا ممكن تجيك امتحان بالرسم، ممكن يجيك مقارنة فرق ما بين السكارومايسيس والشايزو سكارومايسيس. اول شيء اول خطوة من نشوفوها تكون ذيك الخلايا الساكارومايسيس كروية أو بيضوية، هذه تكون مستطيلة أو اسطوانية، هذا الفرق الأول. هاي تتكاثر لا جنسيا ذيك بالتبرعم الساكارو، والشايزو بالانشطار فيجن. هذه تكون أربع، تكون الساكارو أربع أكياس بوغية، هاي تكون ثمانية أكياس بوغية، هذه الفروق الموجودة. نجي على آخر آخر جزء بالفطريات اللي ما اللي ما تكون أجسام ثمرية، ونفس الكلاس الفايلم التفرينو مايكوتينا كلاس تفرينو مايسيس تفريناليس، تضم هذه التفرينو مايكوتينا فطريات خيطية وخمائر انشطارية، يعني أيضا تشبه من تشبه الشايزو، لكن ممكن تسبب، لكن هاي تكون مضرة، ممكن تسبب المرض الرئوي في اللبان والإنسان، يسموه نيموسيستس. تتألف الشعبة من أربع صفوف،
ناخذ منها الكلاس تفرينومايسيت تفرينالس، شوفوا نفسها، بس الاختلاف شنو؟ انه الفايلم تنتهي بمايكوتا، صف فايلم مايكوتينا، الكلاس مايسيت، الاوردر ايالس، الكلاس فهذه هي يعني التفرق، ولا نفسها كلها تفرينومايكوتينا تفرينومايسيت تفرينالس، تضم عائلتين، انواعها تكون ثنائية المظهر يسموه دايمورفيك. فإذا يجيك مثل لفطر يكون ثنائي المظهر يقول له تفرينو ديفورمونس، يعني شنو يمر؟ يمر بشكلين. والكانديدا البيكانس أيضا ممكن يمر بشكلين، شكل خميري وشكل خيطي. هذه نفس الشيء تكون طور خميري أحادي النواة، رمي المعيشة الطور الخميري، من يصير طور خيطي يكون ثنائيا او متعدد النواة، ذاك احادي النواة من يكون رمي وشكله خميري، هذا يكون شكله خيطي ويكون ثنائي النواة او متعدد. كانديدا البيكانس ايضا نفس الشيء تكون ثنائية المظهر دايمورفيك، تكون رمية خارج جسم الانسان من موجودة بالتربة، من تدخل الى الانسان تكون شو اسمه مرضية. تتشابه افراد مع الخمائر، اثنيناتهم تكون الأكياس سبورية العارية قلنا اللي ما تحاط بجسم ثمري، وتتكاثر لا جنسيا بواسطة التبرعم. يعني شوف هاي تشبه من تشبه السكارو، السكارو تكاثر بالشايزو وبالانشطار، وأن تكوين الأكياس في هذه ما ينتج لا ينتج مباشرة من اللاقة كما في رتبة الخمائر، وإنما عن طريق تراكيب ناتجة. يعني ذيك اللاقحة تتكون الأكياس تتكون مباشرة من اللاقحة، هذه لا، الأكياس ما تكون مباشرة من لاقحة وإنما ناتجة من خيوط مظهرية تدعى الأسكوغونياس هايفا، وهذه الصفة فهي تختلف عن الخمائر. ده أقول لك شنو تختلف عن الخمائر؟ قول الخمائر اللاقحة تكون أكياس، هذه اللاقحة ما تكون أكياس، وإنما الأكياس شلون تتكون؟ عن طريق ناتجة من خيوط مظهرية تدعى خيوط فطرية كيسية أسكوجينوس هايفا. المثال هي تفرينا دوفورموس المسبب لمرض التفاف أوراق الخوخ، بيش ليف كير ديزيز. إذا أقول لك تفرينا دوفورموس شو المرض اللي سببه تقول له بيش ليف كير ديزيز، التفاف أو أوراق الخوخ، أو بيش ليف كير ديزيز شنو المسبب المرض اللي هو الفطر، يقول له تفرينا دوفورموس. هذه شوي نتكلم عن الفطر اللي هو في دورة الحياة، طبعا طلع سمع أحسن يكون أوضح. هنا طبعا تشوف يبدأ اللي على اليسار في الأعلى يكون الطور، هذا الأبواق بعد ما تنتقل راح تدخل إلى داخل أوراق الخوخ لأن هو مرضي للخوخ، راح بعدين تكون هنا يتغلغل بين الأوراق مال الخوخ، ويكون هنا موجود الدايكاريون ثنائي الأنوية، بعدين يتحدى النواتين يكون زايغوت، بعدين انقسام اختزالي الخيطي راح يصير مايتوسيس، وتنقسم كل وحدة تكون خليتين، خلية تكون الأسكوجينس وخلية قاعدية، بعدين عملية انقسام تمر كل وحدة تصير أربعة، وبعدين الأربعة تصير ثمانية بهذه، وبعدين تنفجر وتعيد دورة الحياة. فهنا نجي أهم الفروق فيما بينها، إنه قلنا تتكاثر بالتبرعم، هذه تشبه الجسم عادة تشبه السكاروميسيس. طبعا الميزة قلنا انه تكون ثمانية تشبه الشايزو، الشايزو تكون ثمان ابواق كيسية في حين السكارو تكون اربعة. الفرق فيما بينهن انه الكيس ما ينشأ مباشرة من اللاقحة، وانما ينشأ من اسكوجينوس هايفا، هذا الفرق الثالث. ممكن نضيف فرق اخر، هاي يكون امراضية السبب ليف بيتش كير ديزيز اللي مرض التفاف الاوراق بالخوخ، في حين ديتش تكون مفيدة، واثنيناتهم الشايزو والسكارو.